بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مطيرة بنت محمد البهاري. سأشرح لكم المنهج والمضمون من الكتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين. أولا، ما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه هو العلم بقواعد استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وما هو قواعده؟ نرتبه إلى 9 أبواب، وسنشرح لكم ما هو 9 أبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أنيس نور شفاء بنت عبد الرزاق، والآن سنواصل إلى تعريف بالمؤلف. والآن سأشرح لكم قليل من قصة حياته للمؤلف لهذا الكتاب. هو محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد، هو الأشقر بن سليمان يغليس. ولد في برقة نابلس بفلسطين في 16 سبتمبر، وهو نشأ مع والده وكان والده أميا، ثم التحق بمدرسة ابتدائية في قريته، ثم وبعد ذلك التحق بالدراسة الثانوية بمدرسة الساحلية حيث مكث 4 سنين. وهو ذهب بعدها إلى المملكة العربية السعودية فعمل في التدريس الابتدائي سنة في مدرسة الفصيلية في المدينة، وقد عمل في التجارة في الرياض أيضا، وقد أخذ فيها العلم من مشايخه، منها الشيخ محمد أمين الشنقيطي، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله وغيره ذلك. وهو أيضا توفي في يوم الأحد 27 ذو القعدة و26 نوفمبر 2009 مسيحي. والآن ننتقل إلى تعريف بالكتاب. إذن هيا نستمع قليل عن جزء الخلفي من هذا الكتاب. هذا الكتاب عن الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، وسنة نشر هذا الكتاب في سنة 1404 حتى 1984، وهذا الكتاب يوجد واحد المجلدات وهناك طبعتان. ومكان النشر لهذا الكتاب في دار سلفية حولي في الكويت. ولهذه الكتاب يوجد 236 صفحات، ويوجد أيضا 10 الباب. إذن الآن هيا نعرف ما في هذا الكتاب بالتفصيل. كما عرفنا، هذا الكتاب هو للمبتدئين الذي يريد أن يعرف عن أصول الفقه. وفي بداية هذا الكتاب يشرح تعريف أصول الفقه والفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه ليكون أكثر وضوحا وتفهموا ما هو أصول الفقه بالتفصيل. العلم أصول الفقه عن القواعد الأمة التي نستخدم في استنباط أحكام شرعية من أدلتها التفصيلية. أما وعلم الفقه عن الأحكام الشرعية التي يتعلق بالأفعال العباد. وعلم أصول الفقه يبين لها كيفية للاستنباط الحكم ودليل من القرآن الكريم أو حديث نبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك. وهنا أيضا يشرح أيضا كيف نشأ العلم أصول الفقه من أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب الأول هنا ذكر أن الله هو الحكيم، والله هو الذي يترتب وينزم الثواب والعقاب على أفعال العباد، الذي وضع الحلال والحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الحكيم، لأنه هو مبلغ عن الله تعالى أحكامه، فهو ليس مشرعا، وإنما هو مبلغ وناقل ومبين لتشريع. والمجتهد أيضا ليس حاكمين، لأن إذا المجتهد يستنبط حكما في مسألة اجتهادية فهو ليس حاكما، فقد هو المخبر عن حكم الله تعالى في المسألة. وفي هذا الكتاب أيضا يشرح عن الحكم الشرعي. ما هو حكم الشرعي؟ حكم الشرعي هو خطاب الشرع الذي يتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. وفي هذا الكتاب ذكر أنه هناك حكم شرعي ينقسم إلى القسمين، الأصولي والفرعي. الأصولي هي القاعدة العامة، مثل الأمر يدل على الوجوب. أما الفرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد. والفرعي أيضا ينقسم إلى القسمين، هي الحكم التكليفي وحكم الوضعي. أيوة، ما الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي يوجد 5 أقسام، هي الواجب، الحرام، المكروه، المندوب والمباح. الواجب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على سبيل الإلزام، فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. وينقسم الواجب إلى نوعين، واجب عيني وواجب كفائي. ثم الحرام
وما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الإلزام فيثاب تاركه ويعاقب فاعله، مثل الحرام وشرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك. ثم المكروه، المكروه هو ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وثم مندوب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله من غير إلزام فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل الصلاة بعدية وقبلية واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم. أما للحكم الوضعي يوجد أيضا 5 أنواع، منها السبب، الشرط، المانع، الصحة والفساد. السبب هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي، مثل هنا دخول وقت الصلاة هي السبب لوجوب الصلاة. ثم الشرط هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود، مثل للشرط هو الوضوء هي شرط لصحة الصلاة. ثم المانع، والمانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، مثل الحيض، الحيض مانع للصلاة. ثم الصحة تكون في العبادات والمعاملات. وأخيرا الفساد هو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه أو وجدا منع من صحته، مثل للفساد هو الفساد النكاح إذا بغير ولي. ثم في هذا الكتاب أيضا قد شرح أن المحكوم عليه، إذا من هو المحكوم عليه؟ أن المحكوم عليه هو المكلف الذي يعمل التكليف هما من الإنس والجنس، وشروط شروط للمكلف والعقل وحرية الاختيار، الجمال والجنين أو طفل غير المميز لا يحسب المكلف. أهلية التكليف نوعان هما الوجوب والآداء. والعوارض الأهلية أيضا تنقسم إلى نوعان هما العوارض السماوية والعوارض المكتسبة. العوارض السماوية منها الجنون، العطوف، الإغماء، النسيان والمرض. أما العوارض المكتسبة من النوم، السكر، السفوه، الخطا والاكراه. اذا كنت تريد لمعرفتي عن هذا الكتاب بالتفصيل، هيا نقرا هذا الكتاب. نحن ايضا يمكن ان نزيد معرفتنا عن الاصول الفيه. المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي يترتب عليه حكم شرعي من الوجوب أو الحرام أو المندوب أو المباح أو المكروه، ويبنى على ذلك القواعد إلى 5 أشخاص. أولا الزواج، الزواج هو ليست محكوما فيه، مثلا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، من هذه الآية ليس التحريم فيها خذ على ذات الميتة والدم، وإنما هو وارد على فعل للناس متعلق بالميتة والدم ومقصوده انتفاع به. ثانيا ذات الإنسان غير محكوم فيها المكلف المتعلقة بالذات، مثل الطهار أو الصادر أو الصادرة عن الذات، مثل الصلاح. ثانياً الصفات الإنسانية الخارجة عن قدرة الإنسان وطوقه، مثل بياضه أو طوله وغير ذلك. ثم رابعاً الأفعال غير المقدورة للمكلف، مثل حمل الجبال. وأخيراً التكلف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها، قال الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. أدلة الأحكام الشرعية هو مصادر التشريع والأحكام، تتكون من 14 قسم. أولا القرآن، القرآن هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ عربي المنقول إلينا نقلا متواترا، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه، المكتوب بين دفة المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، مختوم بسورة الناس. إجمع العلماء على أن القرآن حجة بدون شاذة، والقرآن كله متشابهة، آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والأحكام. وأما كون بعض آياته محكما وبعضها متشابها. ثانيا
السنة في الاصطلاح، السنة هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو الترك. إجماع العلماء أن السنة هي مصدر من مصادر التشريع على المرتبة الثانية بعد القرآن. منزلة السنن من القرآن هي بيان التقرير والتفسير والتبديل وحكم شديد استقلت به السنة. ثم تنقسم السنة إلى نوعان وهما متواترة وأحاد. ثالثا الإجماع، هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشرع في واقعة من الواقعين. ثم الإجماع عند القائلين به لا ينشأ حكما في الشريعة جديدا، بل اليقين فيه أنه مستند إلى نص أو قياس علمناه أو جهلناه. رابعا إجماع الخلفاء الراشدين، بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفته أعمى، أخذوا بقول الشيخين أبي بكر وعمر خاصة لأن النبي كان يستشيرها. خامسا قول الصحابي حجة ما لم يخالف القرآن أو السنة أو إجماع. ثم قول الصحابي له ثلاثة درجات، أولا أن يقول قولا لا يعرف بمجرد الرأي، ثانيا أن يقول قولا قد يعرف بالرأي فلا يكون له حكم المرفوع، وثالثا أن يكون الصحابي قولا ثم لا يعرف أن قوله انتشر أو زعى. ثالثا إجماع أهل المدينة، قد رد العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة لاحتمال أن يكون أحد من غير أهل المدينة سمع الحديث عن النبي في خارجها أو سمعه في داخلها ثم خرج، ففعل أهل المدينة بخلافه فيما بعد لا يكون حجة، ويكون مستندهم مجرد الاجتهاد وليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض. ثم سابعا شرع من قبلنا، كان للأنبياء قبل رسول الله شرائع ذكر أمرها القرآن والسنة واردة في المأسور عند اليهود والنصارى، إلا أن نقلهم لا يوثق به لأن كثيرا منه محرف. ثم الاستحسان، الاستحسان هو ترك المجتهد حكما كان واجب التطبيق في واقعة ما بسبب ضرورة أو عرف أو دليل آخر اقتضى هذا الترك. ثم المصالح المرسلة، كان الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت ليسهل الناس سواء كانت المصلحة حاجية يحصل لتفوتها الضيق والمشقة والحرج على الإنسان لم يحصل له ضرر، أو كانت المصلحة تحسينية يحصل لتوفيتها ترك الطرفة والساعة. عاشرا العرف والعادة، العرف هو العادة العامة بين الناس، عادات الإنسان الخاصة به فلا تسمى عرفا. العرف عند أغلب الأئمة معتبر أن لم يفارقوا نصا ولم يبطلوا الشرع، فالعرف معتبر والعادة محكمة. الحادي عاشرا سد الذرائع، الزارعة إلى الشيء هي الوصيلة المفضي إليه. الثاني عشرا الاستسحاب، استدامة إثبات ما كان ثابتا حتى يتنفي بدليل صحيح، واستدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبته دليل صحيح. دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها، لا يثبت حقا أو حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغيير ولبقاء الأمر على ما كان عليه. ثم الاستسحاب يتكون من نوعان وهما الاستسحاب النفي الأصلي والاستسحاب الثبوت حتى يرد الناقل عنه. ثم الاستقراء، يتبع الحكم العام في جزئياته المعلومة أحكامها فتوجد كلها على حالة معينة، يغلب على الظن أن إحدى الصور التي لم يعلموا حكمها موافقة في الحكم غيرها أو مخالفة. وأخيرا الاستدلال، الاستنتاج العقلي، وتراه كثيرا في كلام الفقهاء وشرح آية الأحكام وأحاديث الأحكام.
كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية. القرآن والسنة القولية هي تراكيب لغوية جاءت بلسان عربي، فينبنى لمعرفة معانيها وأخذ الأحكام منها أن تفهم طريقة العرب في التعبير عما في ضمائرهم، ومعرفتها ركن لا بد منه للإجتهاد. وذلك يعني أن على الفقيه أن لم يلم بقواعد الصرف والنحو والبلاغة. تنقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. أولا مباحث لغوية، تنقسم في مباحث لغوية في ستة فصول، وهي الجملة وهي المجمل والبيان، النصوص والظاهرة، والمأول العام والخاص، المطلق والمقيد، الأمر والنهي. ثم ثانيا الاقتضاء، التنبيه والإشارة والمفهوم، تتكون من ثلاثة أنواع، وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة المفهوم. وأخيرا ثالثا القياس. القياس هو طريقة في الاستدلال، بمعنى أن يستدل المجتهد بعلة الحكم المذكور في اللفظ على حكم الأمر غير مذكور في اللفظ، فيلحق الأمر غير المنصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه. إذا اشترك في علة الحكم عليكم لكل قياس من أربعة أركان: أولا الأصول، ثانيا حكم الأصل، ثالثا العلة، والرابعا الفرع. القياس يكون عند ضرورة خاصة، فحيث تعارض القياس مع النصوص الصحيحة تقدم النصوص، وإن لم يكن في المسألة نص ووقعت مسألة وكان لابد من الجواب فيها جاز للمجتهد أن يجيب بالقياس. السلام عليكم، اسمي عديرة وسلام. الآن سنواصل إلى باب التعارض الأدلة. فالتعارض هو بين الدليلين أن يقتدي أحدهما خلاف ما يقتديه الآخر. ففي هذا الباب يوجد أربع خطوات. أولا الجمع بين الدليلين، ثانيا اعتقاد النسخ، ثالثا الترجيح بينهما، رابعا توقف أو التخيير. الخطوة الأولى الجمع بين الدليلين. هذا الخطوة الأولى من غيره أن فيه العمل بدليلين جميعا، لأن أحد الدليلين رب أخص من الآخر. مطلقا قدم حكم الأخص في منطقة خصوصه وبقية الأمم في بقية أفراد العام. فهذا الباب نناقش في باب الآخر، في باب العام والخاص. الآن في خطوة الثانية اعتقاد النسخ. ففي النسخ إن لم يكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إلى النسخ، ولا يجوز إلى النسخ إذا تمت شروطه. فأحد من شروطه هو يعرف المتأخر من الدليلين بحجية صحيحة. الخطوة الثالثة وهو الترجيح بينهما. إذا لم يعلم آخر دليلين المتعارضين ورودا يرجي المجتهد بينهما، فيعمل أقواهما فيترك العمل بأضعفهما. فيوجد أربع جهات: أولا جهة الثبوت، ثم جهة جنس الدليل، ثم جهة الوضوح والصراحة، ثم جهة التأكيد المدلول ولزومه للمكلف. فأشرح لكم ثلاثة منهم. أولا جهة الثبوت. جهة الثبوت على سبيل المثال يرجي المتصل على المرسل، ثم يرجي الأكثر روة على أقل، ثم يرجي ما سلم سنده على في سنده الاضطراب. ثم من حيث جهة جنس الدليل، على سبيل المثال يرجي القرآن على السنة، ومثل آخر يرجي السنة على الأقيس. ثم من حيث جهة الوضوء والصراحة، على سبيل المثال يقدم القول على القياس
ربي وورث لي. هذا فقط للترجيح بينهما. إذن عجز المجتهد بوجه من الوجود فقد قيل إنه يتوقف عن العمل بأي منهما، أو قيل يخيف فيفعل أي الوجهين شاء، أو يتساقط الدليلين في حقه، والله أعلم بالسواء. الآن سنواصل إلى الموضوع الاجتهاد. معنى الاجتهاد وهو بدل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق استنباط. الآن هيا ننظر معا إلى شروط لابد للمجتهدين. أولا أن يكون عارفا بنصوص القرآن والسنة. ثانيا عالما بلسان العرب. ثالثا عالما بأصول الفقه. رابعا عالما بالناسخ والمنسوخ. خامسا عارفا ما أجمع عليه مجتهد الأمة قبله. سادسا فطانة وذكاء أصيل. يا أصدقاء، الآن سنواصل إلى الموضوع الفتية والتقليد. ما معنى الإفتاء؟ الإفتاء بمعنى إذا نحتاج إلى معرفة الحكم عن شيء فعليها أن يسأل عنه بمن العالم أو يستطيع أن يعلم، فنعرف هذا بالإفتاء. وأما إذا أعلمه عن حكمه ويقينا متقنا في قلبي عن صحة ما يقول فيعمل إتباع، فهذا نعرف بالتقليد. الآن ننتقل إلى شروط المفتي. إن مفتي أيضا شروطه لابد المجتهد، فهذا في صور شروط آخر لمفتي. إن يصدق قوله وفعله عدلا ونية صالحة وغير ذلك. هذا فقط من هذا الكتاب. يوجد إن الله الحكيم. ثم نفهم أيضا لنحترم بعضنا بعض ولو نعتقد بمذهب الآخر بعضنا بعض. ثم علينا أن نسأل الشيء بشخص المناسب، على سبيل المثال المفتي أو الأستاذ الذي يتخصص في أصول الفقه وغير ذلك. هذا فقط منا، شكرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.